السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر، فيما قالت مصادر أخرى أن الحصيلة ارتفعت إلى 3 وفيات إثر حريقين اندلع في المحيطات الفلاحية بكل من دوار الشريقات والمكان المسمى 7 منعرجات بتراب بلدية حمام قرقورة على حدود بلدية حربيل شمال غرب سطيف. وتدخلت ظهر اليوم الأحد فرق الحماية المدنية لولاية سطيف وبعض البلديات المجاورة لها لأجل إخماد الحريقين، بالإضافة إلى الطائرة الروسية المستأجرة والمخصصة لإخماد الحرائق. هذا وانتشرت النيران بفعل الحرارة والرياح إلى بساتين أشجار مثمرة في محيط المنازل بمداشر المنطقة، ولقي شخصين مصرعهما وأصيب عون للحماية المدنية من وحدة بقاعة 30 سنة بحروق من الدرجة الثانية في اليدين والرأس. تم نقله إلى مستشفى السعيد عوامري ببقاعة، لما لا تزال عملية الإخماد متواصلة لحد الساعة.